أشهرت مبادرة شبابنا خلال حفل نظم في عمان أمس عرس اليتيم العربي من خلال إقامة زفاف لعروسين من الأيتام. التقرير التالي والتفاصيل. من على قمة جبل القلعة وبحضور نحو 200 يتيم، أشهرت مبادرة شبابنا عرس اليتيم العربي من خلال زفاف لعروسين من الأيتام عقب حفل للإفطار بالتعاون مع الجمعية الوطنية للرعاية الصحية سلامتك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. رئيسة الجمعية الوطنية للرعاية الصحية الدكتورة يسرى عبد الهادي قالت إن هذا النشاط الذي تنادت له مجموعة من الخيرين من أبناء الوطن وبزمن قياسي يهدف إلى المساهمة في توفير حياة كريمة للأيتام والمحتاجين. دعم للأيتام ينسجم مع رسالة مبادرة شبابنا التي مضى على تأسيسها 6 سنوات وتهدف إلى تحقيق العلم والتنمية وتبادل الأفكار والتعاون لتطوير الشباب والمجتمعات المحلية.